وثائقي إمبراطوريات حكمت العالم، أكبر 10 إمبراطوريات حكمت العالم عبر التاريخ. هناك بعض الإمبراطوريات التي كانت عظيمة ومؤثرة على مر التاريخ، وتلك التي استحقت أن تكون خالدة بغض النظر عن المعايير في تصنيف ذلك. وقد تسيد العالم على مر زمانه عديد من الدول التي تداولت وتبادلت الأدوار، وكان من ذلك ملوك الدولة الفرعونية ومن ثم الإغريق فالبطالمة. انحصر الصراع على سيطرة العالم بعد ذلك بين أباطرة الروم وأكاسرة الفرس، واشتق لفظ إمبراطور من الكلمة إمبرا، ويقصد بها أفعل التفضيل في مفاهيم الكبر والعظمة. وكان المقدم في تقلد هذا اللقب هو أوكتافيوس من الدولة الرومانية، ومرت الأيام والصراعات مشتعلة على السيادة حتى يومنا هذا. ولكن منذ مطلع التسعينيات تم إعلان تزعم الولايات المتحدة الأمريكية للعالم بانهيار الخصم السوفيتي. نتناول اليوم في هذا المقطع بالتفصيل أعظم 10 إمبراطوريات على مر التاريخ. 1. الدولة العباسية. تعد ثالث خلافة إسلامية بعد إقصاء بني أمية وثاني السلالات الإسلامية في الحكم، وتكونت الدولة العباسية على يد المنحدرين من سلالة أصغر أعمام نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو العباس بن عبد المطلب. وقد اعتمد العباسيون في تأسيس دولتهم على الفرس الذين كانوا يعانون في عصر الأمويين، وذلك تغييراً لسياسة الدولة الأموية برمتها. وكذلك تم تحديد بغداد بالعراق مركزاً لدولة العباسيين. وعرفت الدولة العباسية فترات قوتها خلال عهدي هارون الرشيد وابنه المأمون، حيث تمت السيطرة على بلاد الفرس لتتعدى رقعة الأرض التابعة للعباسيين 10 ملايين كيلومتر مربع، وتقرب من أن تصل إلى 11 مليونا. كما تزايد عدد السكان، وانتهى الحكم العباسي في بغداد عندما أقدم هلاك خان التتري على نهب وحرق المدينة والتنكيل والحكم بالفناء على أغلب سكانها بمن فيهم الخليفة وأبناؤه. ولكن تركهم العراق لم يعني انتهاء الخلافة تماما، فقد أحيوا دولة الخلافة بمصر من جديد رغم غياب وانحسار دولة الخلافة العباسية بشكل فعلي. 2. الفرنسيون. إنها الإمبراطورية التي اشتملت على المناطق الخاضعة للحكم الفرنسي خارج أوروبا منذ مطلع القرن 17 حتى أواخر العقد 6 من القرن 20، وكانت إمبراطورية مسيطرة في العالم، وكانت تمتلك عدة مستعمرات في مواقع مختلفة حول العالم. وكانت فرنسا في القرنين 19 و20 ثاني أكبر سلطة في العالم بعد الإمبراطورية البريطانية، وجاوزت الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية مساحة 12 مليون كيلومتر مربع. 3. بريطانيا العظمى. تتربع الإمبراطورية البريطانية على عرش أكبر الإمبراطوريات مساحة في التاريخ، حيث تتعدى الرقعة الأرضية للإمبراطورية 33 مليون كيلومتر مربع، بالإضافة إلى حكمها لأكثر من ربع سكان العالم وقيادتها للتطور العلمي والاقتصادي في التاريخ الحديث. فإن سلطتها لم تقف عند حدود الجغرافيا، بل امتدت إلى جميع أنحاء العالم. وتكونت هذه الإمبراطورية بالأساس من مقاطعات ومستعمرات ودول وقعت على اتفاقيات انتداب ووصاية، لذلك لم تكن متواصلة للأراضي كسابقتها، كما أن الثورات لم تهدأ فيها. وكانت الحرب العالمية وخسارة الهند أكبر النكسات التي تعرضت لها الإمبراطورية، التي أدت في النهاية إلى انحسارها. 4. عصر الخلفاء الراشدين. باكورة دول الخلافة الإسلامية قامت عقب رحيل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عام 632، وتتميز بأنها ليست دولة يتم توارث العرش فيها، حيث كانت تتم عملية تداول السلطة بناء على المشورة. وقد تولى الخلافة 4 من كبار الصحابة، وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. بلغت الخلافة الراشدة أوج اتساعها خلال عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، فامتدت أراضيها من شبه الجزيرة العربية إلى الشام فالقوقاز شمالاً، ومن مصر إلى تونس غرباً، ومن الهضبة الإيرانية إلى أسيا الوسطى شرقاً، لتكون أكبر دول العالم وقتها، بحيث ضمت ملايين من البشر تحت راية الحكم. 5. الإسبانيون. كانت إحدى أكبر الإمبراطوريات في تاريخ العالم، حيث تميزت بالوصول إلى القمة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً في القرنين 16 و17 بعد استغلال المعابر التجارية كالمحيط الأطلسي للسيطرة على أكبر عدد من الدول وإسقاط عدد من الإمبراطوريات في أمريكا اللاتينية.
أما أقصى امتداد لأقاليمها فكان في القرن 18، حيث أصبحت أضخم إمبراطورية في العالم في ذلك الوقت، فقد كانت القوة العظمى الأولى في زمانها، وكانت قد اقتربت من السيطرة على 20 مليون كيلو متر مربع. 6. المغول. في الفترة الممتدة من القرنين 13 و14 اشتملت إمبراطورية المغول من شرق أوروبا عبر آسيا، حيث إنها نشأت من اتحاد القبائل المغولية والتركية فيما يعرف اليوم بمنغوليا، وبدأت بالنمو عبر الغزوات المتواصلة بعدما أعلن عن جنكيز خان كحاكم لجميع المغول عام 1206. في أقصى اتساعها امتدت هذه الإمبراطورية من الدانوب غرباً إلى بحر اليابان شرقاً، ومن المتجمد الشمالي إلى كمبوديا جنوباً، فبلغت مساحتها أكثر من 24 مليون كيلومتر مربع، أي 22% من مساحة اليابسة على سطح الأرض، وسكن هذه المساحة الشاسعة ما يفوق 100 مليون نسمة. لكن ما لبثت أن تجزأت هذه الإمبراطورية بعد حروب متواصلة، ومع نهاية القرن 13 كانت قد انقسمت إلى 4 إمبراطوريات مختلفة، لكل منها كيانها الخاص. 7. مملكة تشينغ الصينية. كانت عائلة كانغ آخر عائلة حكمت الصين حكماً امتد من عام 1644 إلى 1912، وبدأت القصة بحكم عائلة مينغ، ثم تشكلت جمهورية الصين، فبدأت عائلة كينغ حكمها من منشوريا، ثم تمددت إلى جميع أرجاء الصين مشكلة إمبراطورية كينغ العظيم. بلغت الإمبراطورية سطوتها في القرن 18، حيث كان الاتساع في الأراضي والتزايد في السكان، وبلغت مساحتها في نهايته 14.7 ملايين كيلومتر مربع. في عام 1820 بلغ الناتج القومي للصين 32% من الناتج العالمي، وتم اتخاذ بكين مقراً للحكم في أواخر عهدها. 8. الأمويون. أكبر دولة في تاريخ الإسلام، وواحدة من أكبر الإمبراطوريات الحاكمة في التاريخ، كان بنو أمية أولى الأسر المسلمة الحاكمة، إذ حكموا من عام 662 إلى 750، وكانت عاصمة الدولة في دمشق. بلغت الدولة الأموية ذروة اتساعها في عهد الخليفة العاشر هشام بن عبد الملك، إذ امتدت حدودها من أطراف الصين شرقاً حتى جنوب فرنسا غرباً، وتمكنت من فتح أفريقيا والمغرب والأندلس وجنوب الغال والسند وما وراء النهر، أي حوالي 15 مليون كيلومتر مربع. 9. الإمبراطورية الروسية. إنها إمبراطورية نشأت منذ عام 1721، وامتد حكمها حتى الثورة الروسية عام 1917، وفي عام 1866 امتدت تلك الإمبراطورية نحو أوروبا الشرقية وآسيا وأمريكا الشمالية. ومنذ القرن 19 تعد روسيا أكبر بلاد العالم مساحة، ممتدة بين المحيط المتجمد الشمالي شمالاً والبحر الأسود جنوباً، وبين بحر البلطيق غرباً والمحيط الهادئ شرقاً، فكانت بذلك ثاني أكبر إمبراطورية متصلة الأراضي في التاريخ، وهي إمبراطورية لا تاريخها، فهي دول متتابعة لها نفس الانتماء، سواء روسيا القيصرية أو الاتحاد السوفيتي، والآن روسيا الاتحادية. 10. البرتغاليون. كانت أطول الإمبراطوريات الأوروبية الاستعمارية الحديثة عمراً، فقد استمرت قرابة 6 قرون، بداية من احتلال سبتة عام 1415 حتى عام 1999. امتدت رقعة الإمبراطورية في أرجاء واسعة من العالم أجمع، وهي تشكل الآن جزءاً من أراضي 60 دولة مستقلة. هذا كل ما لدينا اليوم. في نهاية المقطع أتمنى أن تكون قناة لكم قد قدمت لكم عرضاً مبسطاً لفترات مهمة من التاريخ الإنساني الذي كانت الإمبراطوريات حجر الأساس فيه. والسؤال الآن، هل اختلفت دول الإمبراطورية القديمة عمن يسيطرون على الساحة العالمية الآن، أم لا يزال من تلك الإمبراطوريات من لها السيادة؟ شاركونا رأيكم في التعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، فاشتراككم يسعدنا ويشجعنا على الاستمرار لتقديم الأفضل لكم.